احنا خارج مراحل لما نوصل ذي القناعة ما نقدر نبنو وطن. احنا ما حدا الواحد منا حسابات ولا راسه حسابات ولا خط السياسي حسابات ولا موقعه موالي والله معارض. ما 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 من للوطن من يبقى لموريتانيا يعود كنا يقول راسي راسي. احنا نبدا يمرق منا لقاش واحد يقول وطني وطني شعبي شعبي امتي امتي ديمقراطيتي حريتي حقوقي. وهون نتقاطع مع زميلي السارق على ان احنا ما نتناقضوا مع ذواتنا. ادوات العمل الديمقراطي ادوات السياسه هي الاحزاب. تالي احنا ما نقدوا ابدا نعودوا باي حال من الاحوال ضد تشريع الاحزاب ولا نقدوا نعودوا يكون معنا الحزب يلا يعود يكفي لإعلان النية عن تأسيسه ليمارس ولا نقدر نعوده يكون مع فتح المجال الفضاء الديمقراطي. لكن أيضا للأمانة اللي منع الأحزاب هو الأحزاب أنفسها اللي ألقى الأحزاب. أنا ذكرنا حوار 2018 كنا احنا هذو الأحزاب الوليدة أحزاب كرطابل هذه اللي يقولوننا كنا احنا وحدنا هم ضد عدم ترخيص الاحزاب. بينما هون احزاب اليوم الطالب بتشريعهم هي اللي منعتهم وحلتهم ذيك الساعه. جميل. هذا للامانه حنين شوي. وبالتالي التصالح مع الذات مع النفس مطلوب. مطلوب. ايضا كيف قال له احنا متعارفين الموريتانيين يفقع واحد عليه العم ويكحز عنه ويعدل القرية. هذا هو سبب التقرير العشوائي. نين يفقع فخض على فخض يكحز عنه. نين المدة كانت تتفاق وتفتصل كي يفتصلوا الوسار وكلها يعدل القرية. وده هو الواسس خارطة الصحية ما صلحت، خارطة التنمية ما صلحت، خارطة المية ما صلحت، خارطة التعليم ما صلحت، خارطة شبكة الطرق ما صلحت. بنا احنا ما قدرتم لا نفقع نعدلوا له قدرة ولا يجب. وإذا نفقعت بتنالوا مدرسة. حتى زاد الموريتاني الأحزاب إلا كل واحد جاك مع الصباح يمرق مع عندك الدحميس يطرح حزب. للأمانة. وبالتالي احنا متبني النظرة اللي تقول إن يجب أن تكون هناك خارطة طريق للأحزاب ويجب أن يستوفى ذوك الأحزاب ذيك الشروط ويجب قاعد أن تتوحد الأحزاب في 10 أحزاب والله 5. لماذا؟ اللي يبقي عاد يقول قوميين يتوحدوا، الإسلاميين يتوحدوا، اليساريين يتوحدوا، المحافظين يتوحدوا، اليمينيين، الانتهازيين، النفعيين يعدلوا حزب بنافو ويتموا ماشيين يصمصروا به، غير بعد نعودوا عارفين احنا نصير على كم؟ أنت ما تقدر تنفق على أسرة ما تعرف عددها كم؟ ما تعرف هي كم فيها من رقاش تحتاج؟ هذا هو سر الفشل. في التنمية الموريتانية، التنمية البشرية، سر فشلنا أن مجتمع يستخدم القانون والحرية بلا حدود. وسر فشلنا الآخر أن المشرع يشرع القانون ويخترق القانون في نفسه. لماذا؟ لأن احنا نضرب مثال، احنا من ضمن هذا الاتفاق اللي وقعنا وهذه ندور نوقفوا عندها ونيما تلتزم بها الأطراف ندور نمرقوا من هذا الاتفاق. تنظيم البطاقة الانتخابية تعود عندك عزوز في الطبيقات مزروقة في كرمسين ما يقدر توقف تجيك تعطيها 100 طاقة موصف فيها 100 وصف كليشة صغيرة وتقول انقري وين هو الديك وين هو المفتاح وين هو الجمل وين النخلة وين النجمة هي مرات قد تفاصل ذا وبالتالي العالم كامل كي جميع الديمقراطية حتى النجمة دور تفاصلها دور تفاصل قاع لا الحمار والميزان قاع ما لا يسع عنه حد وبالتالي والحمامة بعد راني ما ناسيها وبالتالي نعود أمينين. الديمقراطيات في العالم خيار برامج يجب أن يعود اليمين عنده برنامجه اليسار عنده برنامجه المعارضة ببرنامجه الموالاة ببرنامجه وينتخب البرنامج وليس الأشخاص. ما يجب نعود وما زلنا دولة نبنو ديمقراطية وننتخب ورقاج لأنه والفلان وننتخبوا رجاج ولا نقدر نعودوا دولة مازلنا ديمقراطية وإحنا نخادعوا الديمقراطية. يزرق واحد منهم كارت للموالاة وكارت للمعارضة كارت لليمين
كارت لليسار، شر الخيام نزرق لك في الأغلبية، شر المكشوط نزرق لك في المعارضة. هذا معناه أن الرب مجتمع على الخديعة والنفاق الديمقراطي.